السلام عليكم. أنا اليوم في حرم الإمام الحسين عليه السلام، وجاي حتى أزور الإمام وعزيب استشهاد ولد الإمام محمد الجواد عليه السلام. وأخبرك يا عزيزي قصة مهمة جدا، وهي مؤامرة قتل الإمام محمد الجواد عليه السلام. طبعا موضوع المؤامرات هذا مو جديد، موضوع قديم جدا. الإمام محمد الجواد عليه السلام استشهد عمره 25 سنة، كنا نعرف أصغر الأئمة عليهم السلام سنا، لكن كيف تمت المؤامرة حتى يتخلصون من الإمام محمد الجواد عليه السلام؟ بيوم من الأيام أخذوا السارق، أخذوا للحاكم العباسي، كان بوقته المعتصم العباسي اللي هو أخو المأمون، أخذوا للحاكم، القضاة مجتمعين، فقهاء البلاط مجتمعين، فقهاء السلطة يعني أقصد مجتمعين حتى يحكمون على هذا السارق. فواحد من القضاة قال تقطع يده من المرفق، واحد قال تقطع يده من الكرسوع يسموه اللي هو الرسغ، كل واحد أفتى بشيء. المعتصم العباسي جالس نظر للإمام محمد الجواد عليه السلام، كان جالس قربه، فقال ما رأيك، ما رأيك؟ فالإمام الجواد عليه السلام قال اعفيني من الموضوع، الجماعة قضاة البلاط بعد حكموا اعفيني من الموضوع. المعتصم أصار على الإمام وحلف الإمام محمد الجواد عليه السلام، أقسم عليه بالله وبرسوله. هنا الإمام محمد الجواد عليه السلام صار أمام موقف إنه لابد إنه يفتي. فقال الجماعة القضاة أخطأوا وخالفوا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن الرسول صلى الله عليه وآله أشار على أنه مواضع السجود سبعة، الوجه واليدين والركبتين والرجلين، والله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم وإن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فإذا قطعت اليد من الرسغ أو الكوع أو المرفق على ماذا يسجد؟ يسجد على يد واحدة؟ المعتصم فكر على أنه صحيح الكلام، إذن كيف؟ قال تقطع الأصابع فقط حتى يبقى الكف للسجود. لاحظ مدرسة أهل البيت عليهم السلام. المهم اتنفذ الحكم، نار الحسد والغيرة صارت مشتعلة بقلوب قضاة البلاط. بعد 3 أيام جاء قاضي القضاة أبو داود أو أبو دؤاد. هذا القاضي صار يوسوس للمعتصم، يا معتصم أنت أخذت برأي شاب عمره 25 سنة والناس تدعي على أنه هو إمام، وتركت رأي قضاة وفقهاء البلاط. وصار يوسوس له يوسوس له، المعتصم اشتعلت في قلبه أنه لابد يتخلص من الإمام محمد الجواد عليه السلام. فأمر واحد من كتاب وزرائه أنه يدس السم للإمام بعد أن يعزمه إلى داره. هاي في أحد المصادر. في مصادر أخرى ذكر على أنه المعتصم اتفق مع زوجة الإمام أم الفضل، واللي هي تكون ابنة المأمون يعني بنت أخوه، اتفقوا على أنه يقتلون الإمام. دست السم للإمام بالعنب. هاي المؤامرة اللي تخلصوا بها من الإمام محمد الجواد عليه السلام، ولكن بالحقيقة ما تخلصوا منه لأن ذكرى بقى خالد. هذه القصة يا عزيزي، وهسه نروح نزور الإمام الحسين عليه السلام ونعزيه بذكرى استشهاد الإمام محمد الجواد.